الآن ننتقل إلى صفحة 119. إذا بالنسبة لصفحة 119، إذا نأخذ التمرين الأول. لاحظ ما يلي، واحد على أربعة تساوي واحد قسمة أربعة تساوي 0.25 تساوي 25 على 100 تساوي 25%. املأ الجدول التالي. إذا هنا أعطونا الأعداد الكسرية ونريدها بالنسبة المئوية. لاحظ هنا ماذا سنفعل. إذا نأخذ ماذا؟ نأخذ هنا واحد على اثنان. إذن هو واحد على اثنان قلنا هي دائما تساوي 0.5، كذلك تساوي 0.50، معناه تساوي ماذا؟ 50 على 100، إذن تساوي 50%، لهذا كتبنا هنا 50%. الآن 3 على 4، لاحظ 3 على 4 فهي تساوي 0.75، إذن تساوي لنا 75 على 100، إذن تساوي لنا 75%. كذلك كتبنا هنا 75%. الآن 3 على 5، 3 على 5 فهي تساوي لنا 0.6، إذن تساوي لنا 0.60، إذن تساوي لنا 60 على 100، إذن تساوي لنا 60%. كتبناها كذلك هنا. نأخذ الآن 7 على 20، لاحظ 7 على 20، إذن فهي تساوي لنا 0.35، فهي تساوي لنا 35 على 100، فهي تساوي 35%، لهذا كتبنا 35%. الآن 9 على 25، 9 على 25 فهي تساوي لنا 0.36، إذن فهي تساوي لنا 36 على 100، إذن فهي تساوي لنا 36%. إذن لهذا أخذنا هنا الجدول. إذن هنا سأعيد. إذا الأعداد الكسرية 1 على 2 هي 50%، 3 على 4 هي 75%، 3 على 5 تساوي 60%، 7 على 20 تساوي 35%، و 9 على 25 تساوي 36%. نمر الآن إلى تمرين 2. لاحظ ما يلي. 40 في 15 على 100 فهي تساوي 40 في 15 على 100 فهي تساوي 40 في 0.15 فهي تساوي 6. إذا أحسب 15% من العدد 17. إذا نأخذ كذلك نفس الشيء هنا. إذا سنأخذ 17 في 15 على 100، إذا فهي تساوي لنا، إذا نضرب، إذا تساوي 17 في 0.15، إذن فهي تساوي لنا 2.55. إذن لهذا كتبنا 17 في 15 على 100، إذن تساوي 2.55. نفس الشيء هنا. إذن أحسب 15% من العدد 120. لاحظ معي 120، إذن فهي نضربها في النسبة التي هي 15 على 100، إذن تساوي 120 في 0.15، إذن فهي تساوي لنا 18. واضح. إذن هنا أخذنا التصحيح بالنسبة للتمرين الأول. نمر الآن إلى التمرين، نمر الآن إلى تمرين 3. إذا لاحظ معي تمرين 3 ماذا قال. ما هو قدر التخفيض الذي ستستفيد منه عند شراء كتابا ثمنه 16 درهما بتخفيض نسبة 15%؟ إذا سنأخذ ماذا؟ إذا سنأخذ 16 العدد الكلي ونضربه في النسبة التي هي 15%، إذا تساوي 16 في 15 على 100 فهي تساوي لنا 2.4 درهم. إذا هذا هو ما يسمى بقيمة التخفيض، قيمة التخفيض. إذا ما هو المبلغ الذي ستؤديه؟ إذا قلنا بالمبلغ الجديد، إذا دائما نأخذ العدد الكلي ونطرح منه ماذا؟ نطرح منه قيمة التخفيض، لأن ماذا قلنا؟ خفض. إذا قلنا عندما نرى خفض معناه لدينا عملية الطرح، لهذا كتبنا 16 ناقص 2.4 فهي تساوي 13.6 دراهم. واضح. الآن تحقق أن 15% فهي تساوي قدر التخفيض والثمن قبل التخفيض. إذا قدر التخفيض هو ماذا؟ هو 2.4،
والثمن قبل التخفيض هو 16. إذا أخذنا 2.4 وقسمنا على 16 فيتساوي لنا 15%. واضح؟ الآن نمر إلى تمرين 4. أتمم الجدول التالي. إذا لدينا الرأسمال، السعر، الفائدة السنوية. إذا هنا شفنا هذا التمرين مثله في الدرس. إذا هنا فقط ضبط القواعد. إذا قلنا لكي نجد الفائدة السنوية، قلنا الفائدة السنوية ما تساوي؟ تساوي الرأسمال في ماذا؟ في السعر. إذا تساوي 1200 في 8 على 100. واضح؟ إذا لكي نجد الفائدة السنوية، وقلت لك أن من الأحسن نأخذ الجدول، هذا الجدول. إذا قلنا تعود على هذا الجدول. إذا هنا نأخذ ماذا؟ إذا هنا أعطونا الرأسمال هو ماذا؟ هو ماذا يساوي؟ إذا هنا يساوي لنا هو 1200، وقلنا بالنسبة للفائدة السنوية هي التي نبحث عنها. إذا السعر هو 8%، وقلنا السعر مجزأ إلى جزئين، 8 هي الفائدة السنوية و100 هو الرأسمال. إذا نستعمل الرابع المتناسب أو القاعدة الثلاثية. إذا ماذا نفعل؟ إذا نأخذ 8 في 1200 قسم ماذا؟ قسم 100. إذا فهي تساوي لنا 96. إذا هذا ما كتبناه هنا. إذا هذا يساوي 96. إذا العدد هو 96. الآن نفس الجدول الذي نأخذه كذلك. إذا دائما نكتب الرأسمال في الأعلى والفائدة السنوية. إذا أعطونا الرأسمال هو ماذا؟ هو 4500 درهم، وأعطونا الفائدة السنوية تساوي 337.50. إذا نريد ماذا؟ نريد السعر. قلنا هذا البورسنتاج إذا دائما هو 100، هو رأس مال الذي نبحث عنه، هو الفائدة السنوية. إذا كذلك نستعمل علاقة الثلاثية أو الرابع المتناسب. إذا نأخذ 337.50 نضربها في 100 ونقسم على 4500، إذا فهي تساوي لنا 7.5. لهذا كتبنا 7.5 هنا، 7.5%. نفس الشيء بالنسبة للخانة الثالثة. إذا هنا نبحث عن الرأسمال. إذا الرأسمال ماذا يساوي؟ إذا قلنا الفائدة السنوية سنكتب هنا 550. إذا نبحث عن الرأسمال. إذا السعر هو 11%، قلنا 11 هي الفائدة السنوية، وهنا 100 هو الرأسمال. كذلك نستعمل قاعدة الثلاثية والرابع المتناسب. إذا 550 في 100 قسمة 11، إذا فهي تساوي لنا 5000 درهم. إذا لهذا نكتب هنا 5000 درهم. واضح؟ إذا قلت لك تعود على الرابع المتناسب وعلى هذا الجدول، إذا تضبط القواعد بكاملها. الآن يمكن الاستعانة بالجداول التالية. لاحظ هنا 1200 بالنسبة للرأسمال، إذا ضربناها في 8 على 100 الذي هو السعر يعطينا 96. هنا لدينا 550، إذا قلنا الفائدة السنوية، قلنا الرأسمال ماذا يساوي لكي نجد الرأسمال؟ قلنا الفائدة السنوية نضربها في ماذا؟ في مقلوب السعر. إذا نضربها في 100 على 11 تعطينا 5000 درهم. إذا هنا لكي نجد السعر، إذا قلنا السعر ماذا يساوي؟ يساوي الفائدة السنوية. إذا يساوي الفائدة السنوية في 100 قسمة ماذا؟ قسمة الرأسمال. إذا هنا لهذا نجد أن السعر يساوي 7.5 على 100. واضح؟ نمر الآن إلى التمرين 5. ارتفع ثمن تذكرة السفر بين مدينتين بنسبة 3% بواسطة القطار وبنسبة 5% بواسطة الحافلة. إذا كان ثمن تذكرة السفر بالقطار هو 62 درهما، فما هو قدر الزيادة؟ إذا كان ثمن تذكرة السفر بالحافلة هو 70 درهما، فما هو قدر الزيادة؟ إذا نأخذ القطار. إذا هنا لدينا ماذا؟
إذا كان ثمن تذكرة السفر بالقطار هو 62 درهما، معناه هو العدد الكلي، نضرب في النسبة التي هي لدينا هنا 3%، إذا 62 نضرب في 3 على 100 فهي تساوي 62 في 3 قسم 100، إذا تساوي 1.86 درهما، هذا بالنسبة للقطار. بالنسبة للحافلة، إذا الحافلة إذا العدد الكلي هو ماذا؟ هو 77 درهما، نضربها كذلك في النسبة المئوية التي هي 5%، إذا 70 نضربها في 5 على 100 أيضا تساوي 70 في 5 على 100 فهي تساوي 3.5 دراهم. نمر الآن إلى تمرين 6. اقترض شخص مبلغا 6000 درهم بسعر 12% لمدة سنة، استعمل جدول جانبه لحساب الفائدة السنوية المرتبة عن هذا المبلغ. إذا ماذا قلنا؟ قلنا بالنسبة للجدول دائما يكون الرأس مال في الأعلى، إذا دائما هنا الرأس مال، الرأس مال وهنا الفائدة السنوية. إذا قلنا لدينا هنا السعر 12%، معنى أن الفائدة السنوية تساوي 12 والرأس مال هو 100. إذا أعطونا المبلغ، المبلغ هو دائما هو الرأس مال، المبلغ هو يساوي الرأس مال، معناه هنا لدينا 6000، إذا نستعمل الرابع المتناسب، إذا هي تساوي 6000 في 12 قسمة 100، إذا تساوي لنا 720 درهما، إذا هذه هي الفائدة المرتبة في السنة، واضح؟ إذا هي الفائدة السنوية المرتبة عن هذا المبلغ هي 720 درهما. الآن السؤال ماذا قال؟ ما هو المقدار المالي الذي سيؤدي هذا الشخص على شكل دفعات شهرية؟ إذا باش يديرنا باش ياخذ هذا الشخص على شكل دفعات شهرية، إذا سنأخذ ماذا؟ سيأخذ الرأس مال الذي هو 6000 درهم زائد الفائدة المرتبة هي التي هي 720 ويقسم على عدد الشهور التي هي 12 شهرا، إذا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا 560 درهما. إذا هذا بالنسبة ما أخذناه هنا، إذا أخذنا الرأس مال ضربناه في 12 القاعدة الثلاثية وقسمناه على 100 ضربنا 720 درهما، إذا المقدار نأخذ الرأس مال زائد الفائدة المرتبة سنويا ونقسم على عدد الشهور إذا تعطينا 560 درهما. نمر الآن إلى تمرين 7. بلغت نسبة النجاح في إحدى المدارس 68 درهما، فإذا كان عدد التلاميذ هو 825 فما هو عدد الناجحين؟ إذا قلنا بالنسبة للعدد سبق شرحناها في الدرس، إذا عندما نبحث عن العدد دائما نقسم على 100، إذا نبحث عن العدد نقسم على 100، وإذا بحثنا عن النسبة نضرب في 100. إذا هنا ماذا لدينا؟ لدينا عدد التلاميذ والعدد الكلي الذي هو 825، سوف نضربها في ماذا؟ في النسبة التي أعطونا إياها التي هي 68 قسمة 100، إذا وجدنا أنها تساوي 561 هو عدد الناجحين. إذا أخذنا 825 ضربناها في 68 قسمة 100 أعطتنا 561، إذا هنا نبحث عن العدد، إذا قلنا عندما نبحث عن العدد نقسم على 100. نمر الآن إلى تمرين 8. ترشح 940 تلميذا من إحدى المدارس لامتحان الدخول إلى السنة الأولى إعدادي، فنجح منهم 705 تلاميذ، ما هي نسبة الناجحين؟ إذن لدينا العدد الكلي الذي هو 900، إذن سنضع قلنا دائما العدد الكلي يكون هو 100%، إذن هو 940، ولدينا نجح منهم 705، إذن هذا هو الجزء، ونضربها في 100. لماذا؟ لأننا نبحث عن ماذا؟ عن النسبة، وقلنا عندما نبحث عن النسبة نضرب في 100، وإذا بحثنا عن العدد نقسم على 100، إذا هي تساوي لنا 705 على 940 في 100 فهي تساوي 0.75، إذا تساوي لنا 75%، إذا هذه هي نسبة الناجحين، إذا نسبة الناجحين هي 75%، وعدد الناجح بالنسبة لتمرين 7 هو 561 ناجح. إذا وبهذا نكون أنهينا تصحيح الكراسة صفحة 119، إذا من فضلك خذ التصحيح بكامله، وإلى اللقاء مع درس جديد.